ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انت يا حمار منك ليه؟ مش تدوس معايا ريان؟ هنعمل ايه يا كبير؟ العاملة دي عاملتك انت يا عبد الحكيم. البيت ده يتساوى بالارض، ها؟ مش عايز فيه طوبة جايمة في خلال ساعة، فاهمين؟ فاهمين. ايه ده؟ انت جاي تتعدى على بيت العمدة ولا ايه؟ عمدة؟ انت خلاص ما بقتش العمدة، انت ما تعرفش الاخبار الجديدة ولا ايه؟ وايه الجديد بقى ان شاء الله؟ انت خلاص ما بقتش العمدة، انا بقيت العمدة. من متى ان شاء الله؟ من النهاردة. باين عليك ما تعرفش، اصل المسؤولين عرفوا انك مش قد المسؤولية وانك بتتعدى على حرمة البيوت والناس شهدت ضدك، عشان كده اتشلت من العمودية. طب ما انت جاي تتعدى وتهدي بيتي اهو يا عبد الحكيم. بيتك؟ انت ناسي ان البيت ده مبني على ارضي؟ وانا اشتريت. معك ما يثبت. يعني ايه؟ يعني الحكومة ما بتعترفش غير بالورق يا عثمان. لما تبقى تظهر الورق ساعتها يبقى بيتك وعوضك كمان. يعني انا غلطان لو وثقت فيك يا عبد الحكيم؟ عشان انت مش راجل بيتعدى على حرمة بيوت الناس، وخصوصا بيت عبد الحكيم، يستاهل اللي يجراله يا عرة الرجالة. يا رايح اصلي الدور يا رجالة، ها؟ ارجع ما لاقيش توبة قايمة. سلام عليكم. ربيتك يا عمدي. ايه اللي بتعمله ده؟ اسحاق مالكش صالح باللي بعمله. ماليش صالح كيف اللي بتعمله؟ ابعد عني دلوقتي احسن لك. ايه؟ هتهدي بيتها كمان؟ ايوه ههده. اي حد هيقرب ولا يكسر هيبه البيت الكبير هدمره. يعني الورقة دي من المحكمة؟ ايوه يما. والورقة دي بتقول ان بنت عمك رفعت قضية في المحكمة تقول فيها ان ابوك اسم الله عليه حرامي وسرقهم. شفتي؟ ايوه. حلو والله. اهلا اهلا. الحمد لله على السلامة يا كبير. اهلا وسهلا. ما يحكم شيء. هي ممسوكة كده صح ولا كده صح؟ كده هو يما صح. اما جوما بشروا بقول لك ايه يا حاج، لو ممكن يعني بعد اذنك يعني وانت نازل مصر رايح لدرتي تقول لي قبلها بشويه، يعني بقول لي حضر لها زياره حلوه كده معتبره وانزل عشان ابارك لها. امال ايه، لازم نعمل الواجب معاها، وهو كمان يعني هنتفرج على اشكال مش هنشوفها غير في الموالد وبس. عايزاها يا جبريه؟ كفايه اللي انا فيه. اخويا بعد الشر عليك، في كل خير ان شاء الله. ده انا عايز اقول لك خبر هيبسطك قوي قوي. خبر ايه؟ قولي. بنت اخوك الحلوه المتعلمه الغندوره اللي قاعده مع امها في مصر، اللي عمرها ما قالت لها عيب ولا اختشي ولا ايه الاصول، عملت ايه؟ ايه دي؟ اسم الله عليك، ورقة من المحكمة بتقول ان بنت اخوك رفعت عليك قضية
وحتوقف قصادك في المحاكم وأهل البلد كلهم حيتفرجوا عليك يا كبير البلد. الكلام ده مش مظبوط. لا مظبوط. أمال إيه الورقة بتقول كده؟ أقول لك مهر تال اتجوزت ولدك وحتخلف منه وحتكوش على كل حاجة، وزينب حطت راسنا في الأرض وجبناها عاشت معانا هنا في البيت، والتالتة اللي قاعدة في مصر حتبهدلك في المحاكم. ما شاء الله ما شاء الله، كريمة ربت صح.